بداية عملنا أسسنا جمعية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني لتضع المعايير الفنية لتقييم أداء النواب من خلال متابعة ما يتم تنفيذه من القوانين والمشاريع بقوانين والأسئلة البرلمانية. قضايانا الرئيسية هي قضايا الناس، الإسكان، الصحة، التعليم، الكويتية وأبناء الكويتيات، وكثير من القضايا المهمة. الشاب الكويتي 20 سنة يسكن في أجار، ولما يبدأ في حياة جديدة يقعد 20 سنة كذلك في أجار، 45 إلى 43 سنة من حياته يكون في أجار بسبب قلة البرامج الإسكانية الكويتية. الكويتية وأبناء الكويتيات، الكويتية تريد حقوقها في السكن وحقوقها الوظيفية وحياة كريمة لأبنائها. الشاب الكويتي يعاني من شح الوظائف بسبب قلة المشاريع الحكومية، لذلك علينا التركيز على القضايا اللي تهم الناس وقضاياهم اليومية من إسكان وصحة وتعليم وإنشاء مواقع ترفيهية وهموم الكويتية وأبناء الكويتيات حتى ينجح المجلس القادم.